السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين لجولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة العربية الجديد ونقرأ مقالا للكاتب سعد الدين شاتلة بعنوان: هل زيارة اللجنة الأممية للإخفاء القسري للعراق خطوة أولى؟ فقد زارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري للعراق في شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي 2022 لتحديد ظاهرة ممارسة الإخفاء القسري والدفع نحو معالجتها، إذ تقاعست السلطات العراقية باستمرار عن إنهاء هذه الممارسة أو توضيح مصير حالات الإخفاء أو توفر سبل الإنصاف المناسبة للأسر المتضررة. وتتراوح الأعداد في المنشورات والوثائق الرسمية ما بين 250 ألفاً إلى مليون مغيب، ما يؤكد انتشار حالات الإخفاء والتغييب في البلاد. يرجع عدم وجود عدد محدد لحالات الإخفاء إلى غياب إحصاء موحد وأيضاً مفهوم واحد للإخفاء القسري، بالإضافة إلى حالة من الإنكار في ارتكاب عدد كبير من هذه الحالات، سواء من القوات الحكومية أو الميليشيات المسيطرة وأمام العراق 4 أشهر لتقديم أي ملاحظات قد يود إبداءها فيما يتعلق بتقرير زيارة اللجنة الأممية. وسيتم نشر هذه الملاحظات في حال تقديمها على صفحة الويب الخاصة باللجنة بعد انقضاء هذه الفترة. ستتابع اللجنة تنفيذ توصيتها وفقاً للاتفاقية بالتنسيق والتعاون مع العراق ومختلف الجهات الفاعلة المعنية. لذلك على السلطات العراقية استغلال هذه الزيارة بمنظور إيجابي وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير زيارة اللجنة بشكل فعال وبحسن نية من أجل توفير إجراءات مناسبة للبحث عن الحقيقة والمساءلة والتعويض في حالات الإخفاء القسري. وبالنسبة لأهالي ضحايا الإخفاء القسري، ليست الزيارة رمزية فقط بل تعني الكثير لهم، فهي تمنحهم الأمل وسوف تشكل لهم خطوة إلى الأمام في معرفة مصير أحبائهم. إلى صحيفة المدى مشاهدينا، نقرأ مقالا للكاتب علي حسين قال فيه: غريبة هي أخبار هذه البلاد، فبينما تصدر يوميا ملايين من براميل النفط، خرجت علينا وزارة التخطيط لتخبرنا أن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر وأن حظوظنا من السعادة لا تزال بعيدة، على حين فإن حظوظ الساسة في تصاعد مستمر فلا أحد يستطيع زحزحتهم من الكراسي. وضاف الكاتب: نقرأ في أخبار البلدان السعيدة أن الناخبين في فنلندا عاقبوا رئيسة وزرائهم سانا مارين وأسقطوها في الانتخابات، مع أن فنلندا كانت هذا العام على قائمة أو على رأس قائمة الدول الأكثر سعادة وأنها تعد أقل الدول فسادا. أما نحن فخارج هذه الحسابات، فقد حصدنا المراكز الأولى في الفساد الإداري والمالي والبؤس ودرجات متأخرة أيضا في الفرح والسعادة. نحن الشعب الوحيد الذي يضحك عندما يقرأ خبرا يقول إن الدولة قررت أن تعلن حصر السلاح بيد الدولة. أما كيف والسلاح مزدهر بجميع أنواعه، قنابل يدوية، رشاشات، صواريخ وأيضا مدرعات إذا تطلب الأمر. يا سادة، حصر السلاح بيد الدولة هذا أقصى ما تتمناه الدولة بعد مشهد قاذفات تشييع أحد رؤساء العشائر، وبعد المعركة الطاحنة التي لا تزال مستمرة في مدينة الناصرية، وراح ضحيتها أكثر من 16 شخصاً ما بين قتيل وجريح. يكره مسؤولون الأرقام إلا أرقام التأييد وحسابات البنوك والسيطرة على المشاريع والمقاولات. كل أرقام أخرى مرفوضة ومكروهة، لأنها جزء من المؤامرة الدولية على التجربة الديمقراطية في العراق. أرقام الأموال المنهوبة، أرقام الأموال التي صرفت على مشاريع وهمية، أرقام الفقر والمهجرين والكفاءات التي شردت، تقارير البطالة، الفساد والتزوير، أرقام علينا أن لا نقترب منها. ومن صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالاً للكاتب فؤاد مطر قال فيه: ما هو طبيعي أن يكون لكل دولة جيشها الوطني بتعدد فروعه أرضاً وجواً وبحراً،
وأن يكون هذا الجيش حامي الوطن والذائد عن الأخطار الطارئة، وأن يكون جاهزاً عند إعلان النفير لكي يؤدي الواجب على الوجه الأكمل، وأن يكون تسليحه بالأحدث والمتطور في صناعة السلاح إذا توافرت القدرات المالية. وعندما يكون الجيش على النحو الذي نشير إليه، فإن استقرار الدولة يتأمن وطمأنينة الشعب تتحقق، ولا تقتصر هذه الطمأنينة على طيف دون آخر، لأن المؤسسة العسكرية مثال على وحدة الوطن، إذ الأفراد من كل المناطق، وإن كانت هناك نسبة منطقة تزيد أو تقل عن أخرى. الذي ليس طبيعياً فهو أن يكون في الدولة الواحدة أكثر من جيش، أو على وجه التحديد جيش ثان أو جيوش، وفي هذه الحالة تصبح الدولة في ارتباك ما بعده ارتباك، وينتهي الأمر بالوطن عرضة للمخاطر على أنواعها. كما أن الجيش الآخر أو الجيوش بتنوع تسميتها لا تؤدي الدور الوطني المتعارف عليه، وإنما تصبح وسيلة من وسائل الذي يتزعمها للعبور إلى مفاصل الدولة بغرض الكسب أو تحقيق طموحات سياسية. وهناك من يقوم بخطوة كتلك التي يحاولون حديثاً الأخذ بها في العراق كعلاج لازدهار الجيوش التابعة لتجمعات ميليشياوية تملك كل أنواع السلاح، وذلك بإدماجها بالجيش الرسمي الذي جنى على العراق حاكم الأمريكي برامر بإلغاء هذا الجيش، مع ما في الدمج من تعقيدات، إذ أن عقيدة الجيش الرسمي الوطني تتناقض مع عقيدة الجيوش الميليشياوية بتنوع تسميتها وأغراض إنشائها ومن هو المنشئ ومبتغاه. وأما المشهد الثاني فيتمثل في الذي يعيشه السودان منذ سنتين. إلى موقع عربي 21 ومقال الكاتب علي إبراهيم بعنوان عام على ظهور العرين، قراءة في تطور الظاهرة وسماتها. جاء فيه: تحل الذكرى الأولى للظهور الأول لمجموعة عرين الأسود في وقت دقيق من التصعيد الذي تقوده أذرع الاحتلال في القدس خاصة وفي المناطق الفلسطينية عامة. وتعيد هذه المناسبة إلى الأذان تلك الظاهرة الجديدة من مجموعات المقاومة التي تبلورت في الضفة الغربية المحتلة، وكشفت عن تطور كبير في شكل هذه المجموعات وخطابها وقدرتها على إحداث اختراق، سواء أكان في البنية التقليدية للقوى المختلفة أم في شكل المجموعات الذي يلتصق بقلب المدن الفلسطينية ويحولها إلى عرين ينطلق منها لاستهداف قوات الاحتلال. تشير الأعمار الشابة إلى حالة جديدة من التفاعل مع الفصائل، إذ تتكون هذه المجموعات من بنية عابرة للفصائل، وتتميز هذه المجموعات بأنها مكونة من عناصر تنتمي تنظيمياً أو فكرياً من مختلف الفصائل الفلسطينية إلى جانب شبان غير منتمين لأي فصائل. ويشير باحثون إلى أن الانتماء الفصائلي لبعض أعضاء هذه المجموعات لا يعد أن يكون اسمياً، فلا يرتبط هؤلاء بالفصائل بشكل بنيوي تقليدي، ولا ينتظرون قراراً للدفاع عن مناطقهم يصدر من الفصائل، وهذا ما يجعل الأخير مرجعية فكرية تقليدية لهؤلاء. واستطاعت العرين الوصول إلى الشرائح الشبابية في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة عبر قادتها الشباب الذين ارتقوا، وانتشار وصاياهم وصبر أمهاتهم ما كثف من التفاعل مع العرين في الفضاء الإلكتروني، وظهور الكثير من المقاطع التي تتفاعل مع هذه المجموعات. ونقرأ مقالاً بعنوان العالم كما يراه الرئيس شي جين بينغ للكاتب محمد المنشاوي، نشره موقع الجزيرة نت. جاء فيه: بدأ العالم يدرك بهدوء أن الصين ستكون حتماً أكبر اقتصاد في العالم أو ثاني أكبر اقتصاد، ومن المستحيل عزل بكين أو إخضاعها لعقوبات مشددة في وقت أصبحت الصين في شركة تجارية الأول لأغلب دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2020 إلى 691 مليار دولار. وأضاف الكاتب: يؤمن الرئيس شي أن المنافسة بين الصين والغرب هي في المقام الأول من الأهمية،
ومنافسة بين فلسفات متنافسة. وتعتقد الحكومات الغربية أن النجاح يأتي من ترك الناس يختارون مصيرهم، على حين يؤمن شي والقيادة الصينية أن الأفراد يجب أن يضحوا بحريتهم وخصوصيتهم وكرامتهم من أجل المصلحة العامة وعلى النحو المحدد من الحزب الشيوعي. يدفع شي باتجاه مهاجمة النظام الدولي الذي أسسته واشنطن عقب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، خاصة ما يتعلق بأهمية مبادئ حقوق الإنسان كقيم عالمية وتقديس الديمقراطية والليبرالية السياسية. واليوم يدرك الرئيس شي أن عالم القرن 21 أصبح غنياً ومعقداً، متعدد الحضارات ومتعدد الأقطاب ومتعدد الأطراف. ومن هنا يمقت الرئيس الصيني رؤية واشنطن القائمة على أن العالم ينقسم إلى أبيض وأسود بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية. يؤمن الرئيس شي أن هذه المبادئ تخدم تماماً المصالح الدبلوماسية والجيوسياسية للولايات المتحدة، ويرى أنه من خلال رسم الخطوط الأيديولوجية واستخدام المعايير التي وضعتها الولايات المتحدة، فإنها تقسم المجتمع الدولي إلى ما يسمى بالمعسكرات الديمقراطية وغير الديمقراطية، وتخلق الانقسام والمواجهة في عالم يحتاج بشكل عاجل إلى الوحدة والتعاون. الرئيس شي لا يخفي رغبته في إعادة تشكيل النظام العالمي الساري منذ عام 1945. وهذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. تتنوع نشاطات ليالي شهر رمضان في العالم بين مظاهر للمشاركة في الأجواء الاحتفالية التي تشهد تقديم هدايا مع عامة الناس وبعث الترفيه والتسلية في أماكن عامة، وأيضا توفير أماكن للراحة قد تمثل ملتقيات روحية ضمن إيحاءات الشهر.
وفي مدينة مومباي الهندية يحضر باعة الحلويات الرمضانية والأطعمة الشهية الأخرى بكميات كبيرة، يحضرونها لجذب المتجولين ليلا الذين يحاولون الانغماس في أجواء تختلف عن الأيام الأخرى. أما في لبنان فتنتقل أجواء الراحة الرمضانية إلى مشاهدة رقصات الدراويش الصوفية في المطاعم. يقلب سمير جابر وجبات الطعام الساخن في قدور ضخمة في مبنى تاريخي بالبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، على حين ينتظر العشرات من الفلسطينيين لتلقي تلك الوجبات في تكية خاصة كي سلطان القريبة من المسجد الأقصى المبارك. كان جابر قد انتهى للتو من طبخ الأرز والفاصوليا الخضراء مع اللحم، ومنذ 22 عاماً اعتاد جابر أن يعد في التكية وجبات الطعام الساخنة يومياً بعد يومي الجمعة والسبت للأسر الفقيرة في القدس الشرقية وضواحيها. أما في شهر رمضان المبارك فتتضاعف تلك الوجبات. وخاصة كي سلطان أو محبوبة السلطان هو اللقب الذي كانت تحمله حرم السلطان، إذ كانت الدولة العثمانية قد أقامت العديد من التكايا التي تقدم الطعام للفقراء في العديد من المدن المهمة وفي فلسطين، وتعد خاصة كي سلطان أهم تلك المدن. نقل الآن مشاهدينا الكرام مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أحدهم بدأ تعمل كمذيعة، وآخر بدأ يحل محل محركات البحث، ويمكنه أيضا العمل مبرمجا وكاتبا وشاعرا، حتى أنه يكتب النكت. هل علينا الخوف على وظائفنا في ظل الاختراقات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ 300 مليون وظيفة في مهب الريح. للذكاء الاصطناعي جانب مشرق وآخر مظلم، هذه خلاصة ما جاء في تقرير صادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس، أكد في الجانب المشرق لأنظمة الذكاء الاصطناعي بأنها يمكن أن تؤدي إلى طفرة إنتاجية من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بنسبة 7% على مدى 10 سنوات، ولكن ثمن ذلك سيكون باهظاً في سوق العمل، فمن المتوقع أن يتعرض ما يعادل 300 مليون عامل بدوام كامل لخطر فقدان عملهم لصالح الآلة أو الذكاء الاصطناعي، حتى أن التقرير لم يستبعد المحامين والموظفين الإداريون من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الاستغناء عن بعض مهامهم، كما حذر المصرف من أن ربع العمل المنجز في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن جعله آلياً بفضل التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عن تقديرات الباحثين، فإن 63% من القوة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية معرضة إلى تحولها إلى آلية. الذكاء الاصطناعي يحتاج الوقت. وفي ظل هذه المخاوف، فإن صحيفة واشنطن بوست طمأنت العمال وأصحاب الوظائف، إذ ذكرت الصحيفة في تقرير لها إن الذكاء الاصطناعي لن يحتل الوظائف بعد، مشيرة إلى أن العديد من المتحمسين للذكاء الاصطناعي يعتقدون أنه معصوم من الخطأ، فبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يشق طريقه بشكل متزايد عبر الصناعات المختلفة ويغير شكل الوظائف ومضمونها، بداية من الطب مروراً بالبيع بالتجزئة وحتى التسويق والكتابة، فإن الواقع الحالي هو أنه لا يزال يتعين على البشر القيام بمعظم الوظائف، لأنه رغم التقدم الهائل في عالم الذكاء الاصطناعي فهو يمكن أن يتسبب في مشاكل في مكان العمل، ما يعرض العمال وأصحاب العمل والعملاء للخطر. نموذج للإجرام والاحتيال.
يبدو أن خطر الذكاء الاصطناعي لا يقف حد سرقة الوظائف، بل تجاوز ذلك، إذ حذرت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول من خطر أن يستغل مجرمون منصة تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي لممارسة عمليات احتيال أو ارتكاب جرائم سيبرانية على غرار التصيد الإلكتروني والتضليل. كما شددت الوكالة أن المستخدمين قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مجالات لا يفقهون فيها ككتابة نص من أجل ارتكاب عملية احتيالية، فبالرغم من الضوابط على المحتوى الذي يمنع الروبوت من الإجابة على أسئلة مصنفة مضرة أو متحيزة، إلا أن هذا الأمر يمكن الالتفاف عليه. هل يخيفكم التطور السريع في المجال الاصطناعي؟ في ختام جولتنا الصحفية عبر صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحيتنا مشاهدينا الكرام.